يعد مسجد اليعاربة الذي يقع على ساقية فلج الخطمين أحد المعالم التاريخية في بركة الموز. لقد بناه الإمام سلطان بن سيف اليعربي في القرن الحادي عشر الهجري عندما كان يشق فلج الخطمين، غير أنه لم يكن بهذه السعة التي عليها اليوم، فوسع فيه السيد محمد بن الإمام أحمد بن سعيد عندما قام بتوسيع بيت الرديد المجاور وإعادة بنائه، وذلك مطلع القرن الثالث عشر الهجري. ولا يزال هذا المسجد التاريخي عامرا بالمصلين إلى يومنا هذا، كما أن المحراب والسواري شيدت على الطريقة العمانية القديمة، وكذلك السقف الذي سقف على حصن من الخوص فوق أخشاب الساج بأسلوب جميل جذاب.